راس العمل العربي نسيه بطبيعته نسيه من كثرة الخدمة ومن كثرة المشاكل ومن كثرة برشا حاجات نسيه كل شيء. الريفيون خاطر الناس الكل تحتفل بيه عالمي فهمتني، الناس الكل هربت على جينها وهربت على برشا حاجات، نسيت العام راس العام الهجري ولا تخمم في راس العام السوري. خاطر في الريفيون تلقى صف على الجاتو مثلا شكون اللي يلوج على راس العام وشكون، لا مش كيف احتفلوا بيه العام الكسكسي بالقديد نتاع العيد. في الصباح ثم شكون يعمل عصيده ثم اللي نورمال. قبل ساعه ما نحتفلوا بالاعياد الدينيه والوطنيه ان شاء الله المواطن التونسي يحس بالاستقرار والامان في بلاده، والاستقرار السياسي هو اهم شيء، وقتها الواحد يحس بقيمه الاعياد الدينيه والوطنيه. بالنسبه لراس السنه الهجريه ان شاء الله يكون مبروك علينا وعلى كافه الامه العربيه. الاحتفال به من ناحية المأكولات طبعا هي مأكولات تراثية، مثلا ثم اللي هو متسمي على الكسي والقديد مثلا كبرغل، يعني حاجات كما هكا. يعني راس العام العربي ما فهمش، ما يعني ممكن ساعات يتعدى ما نحسوش به نورمالمون، فما هكا برامج فما هكا شوية ذكر حاجات يعني اللي تتذكرك اللي راه فما راس عام عندي، مش كيما راس العام السوري. والله احنا نطيبوا فيه الكسكسي. انا كالطقوس تاعنا كيما الكسكسي بالقديد، ملوخيه، كلمنا العائله في الدار الكبيره فهمتني. مي سنة هي من عام ناول بدات البوادر، ماهيش مش نتاع ماناش باش نعداوها لازم فهمتني. وتو كيما يداول في فيسبوك وفي الدنيا كلها ثم برشا فئات من الشعب ماهوش حتى نهار لحد مش خارجي للانتخابات، ما مش خارجي، ما علاش ما فماش حاجه تفرح، ما فماش برامج نتاع الاحزاب هذيا، حتى واحد ما برنامجه واضح والكل وعود. الحزب الحاكم وعدنا بعامنا نهار الانتخابات اللي فاتت باش يعمل برشا حاجات وتو يعاود فيها، وجاتك فرصه بتاع 3 سنين ولا قداه وما عملتهمش. ان شاء الله عم باهي على تونس وكا، وش نقولوا احنا؟ ما نقولوا حتى شيء، نجحنا ان شاء الله نتفائلوا خير، اما اللي حسب ما نشوفوا يبنوا به. هو واحد ديجا عنده فكره، انا راهو في التلفزه وراهو يعني على الاحزاب ويعدك عنده فكره، وزيدك النهار الراحه هيك واحد يزيد يكونسونتري روحه شويه. لا راحه لنا في هذا البلد الا معناها ما نسمع معناها الا ما نحسوا بالاستقرار السياسي كما قلت لك، وما نحسوا معناها بالامان في البلاد هذه، وخاصه معناها الارهاب لا يقوم الا في الاعياد الدينيه وخاصه في شهر رمضان. ما بالنسبه لي انا معناها نحكيك على احساسي انا، منحس بالاعياد الدينيه والوطنيه ولما نحس انا بالاستقرار في هذا البلد. عندك شك اللي ما فهمش ترافيك من الحزاب؟ فما ترافيك ان شاء الله بيستر نهار لحد وكا، ان شاء الله يتعدى على خير.